بعد ما كلفني فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة. هل هو العمى أم التعالي الحكومي في أبشع صوره؟ مرشح للأحزاب الفاسدة محمد توفيق علاوي رئيسا للحكومة القادمة بتكليف رسمي من برهم صالح، نفق مظلم جديد تحاول الأحزاب الفاسدة إقحام العراقيين المنتفضين ضدهم فيه عبر فرض علاوي رئيسا للحكومة القادمة. تقابله من طرف النفق الآخر إرادة شعب رافض لهذه الخطوة التي تجاهلت دماء الشهداء ساحات ثورة تشرين والتي دخلت شهرها الخامس، إذ جدد المتظاهرون في الساحات والميادين رفضهم أن تكتب الأحزاب السياسية وميليشياتها سطور الثورة الأخيرة، مؤكدين أن نشاز صوت الأحزاب التابعة لإيران لا يجب أن يعلو على لحن ميادين الثورة. اليوم الشارع عنده غير كلام الأحزاب السلطة وأحزاب الموجودة، أحزاب النفوذ اللي تابع لإيران وربع إيران. اليوم رئيس الوزراء من حصة الشعب، رئيس الوزراء من حصة المتظاهرين الأبطال، نرفض رفضا قاطعا محاولة الأحزاب باستولاء على رئيس الوزراء القادم. رئيس الوزراء القادم من هنا من ساحات العزة والكرامة ومن ساحة الاحتجاج، من ساحة التحرير. رفض جميع الوجوه السياسية الجاثمة على صدور الشعب العراقي منذ نحو عقدين مطلب تصدح به جميع ميادين الثورة في العراق، وتغيير تلك الوجوه لا يتم حتى تحقيق جميع مطالب ثوار تشرين وعلى رأسها إسقاط النظام برمته. هو النظام مش بنى عليه من 2003 لحد الآن، بنى على محاصصة وعلى طائفية، وماكو كفاءاتنا خارج العراق. احنا هسه من ساحات الاعتصام قاعد ننادي باسقاط النظام. المطالبات لم تتغير من اول يوم لغايه الان، المطالبات لم تتغير. المطالبه بتغيير النظام الحالي جذريا لا زالت مستمره، هي موجوده من اول يوم ولا زالت مستمره لغايه الان. لكن هذه الجماهير تطالب بتغيير النظام بشكل جذري بصوره سلميه. ما دامت الأحزاب الحاكمة مصرة على فرض سيناريو إعادة تدوير الأسماء نفسها ولو تغيرت حروفها شكليا، فلا مفر لها إذن من مواجهة جيل عازم على إنقاذ الوطن ومستقبله من حقبة جديدة سوداء تحاول الوجوه ذاتها أن تفرضها ثانية.